بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جينو لينكس. معكم عبد المجيب. خليكم معي اليوم. شغله هذا اليوم راح نشفر الملفات. درس اليوم هو عن طريقه تشفير الملفات عن طريق جي بي جي. اوكي طبعا الجي بي جي ترى ما يتوقف عن طريقه تشفير الملفات. موضوع كبير جدا تمام، اكبر من انه شفر ملفات. في مفاتيح، في زي ما تقول بوبليك كيز، في بطاطس، في شكشوكه، في كل شيء تمام، كل اللي تبيه موجود بالجي بي جي تمام. طبعا هو بتكلم اليوم عن تشفير الملفات تحديدا لان هي الاغلب استخدام بين المستخدمين. حاب تشفر ملف، التشفير سهل. اول شيء تاكد انك محمل هذا البرنامج جي بي جي. اذا انت مو محمله حمله، ابحث عنه عندك مدير الحزام الخاص بالتوزيعه ونزله تمام. الجدير بالذكر انه جي بي جي ترى موجود بانظمه تشغيل ثانيه غير هذه. بالمناسبة اسمه جنو برايفسي جارد. طيب كيف اشفر ملف؟ خلونا ننشئ مجلد جديد ماشي. مثلا نسميه ماكتير، مثلا نسميه جي بي جي. اوكي ثم نسوي سي دي جي بي جي. اوكي احنا الحين ندخل هذا الملف، هذا مجلد ما في حاجة. خلونا نفترض على سبيل المثال مثلا هذا المجلد في حاجات معينة. اوكي عشان اصير واضح معكم، يعني ترى تقدر تشتغل بالواجهة الرسومية وتنشئ ملف جديد من هنا بدون أي مشاكل. فايل دوت تي اكس تي مثلا تمام، لكن أنا بستخدم الطرفية لأن الطرفية أسرع، ولأنه شو اسمه البتاع بتاع البتاع هنا على جنو لينكس. خلينا نستخدم الطرفية لأنك ممكن تستخدم أحيانا سيرفرات. طيب خلينا نمسح هذا الملف الحين. راح نسوي، راح ندخل نص داخل هذا الملف، نكتب ايكو مثلا this is an important file. أوكي file dot txt. الآن الملف هذا تم إنشاؤه يحتوي على نص اسمه this is an important file. أوكي كيف أشفر هذا الملف؟ طريقة التشفير السهلة زي ما تقول السهلة جدا، وأنا عارف شو بيصير الحين لك. خل أرفع هذه هنا لأنه بتطلع شاشة قدام وجهي تمام. إنك تكتب جي بي جي ناقص سي file dot txt enter، بتجيك الشاشة هذه تمام. الشاشة هذه بتطلع لك إذا كنت تستخدم واجهة رسومية. إذا كنت ما تستخدم واجهة رسومية النافذة هذه ما بتطلع لك. ماشي ماشي. هنا تدخل كلمة مرور خاصة بتشفير الملف هذا، ممكن تدخل 1 2 3 4 1 2 3 4. أوكي تم تشفير هذا الملف. الآن لو جينا دخلنا على المجلد هذا راح نلاحظ أنه في ملف اسمه ينتهي نفس اسم الملف ولكن ينتهي جي بي جي. أوكي هذا الملف هو الملف المشفر. لو جينا نسوي كات الحين فايل دوت جي بي جي راح لاحظ أنه ما بيطلع شيء، مشفر الملف. أوكي هذه طريقة التشفير الأولى والسريعة. خلاص أنا تعلمت التشفير، تقدر تروح تشفر ملفاتك. لكن إذا بتاخذ معلومات أكثر عن التشفير خليك معي شوي، راح أعطيك معلومات أكثر إن شاء الله تفيدك. أول حاجة هي الملف يصير شبهه إذا أنت تركته بشكل افتراضي. يعني الملف إذا أنت حطيته بالشكل هذا بيكون مشبوه، خاصة إذا كان في شخص يعرف إنه جي بي جي عبارة عن تشفير. فأنت كيف تغير اسم الملف عن طريق الطرفية مباشرة؟ أبغى تشفر ملف، خلنا نمسح هذا الملف ونشفر الملف بطريقة ثانية. نكتب جي بي جي أو أو اللي هو الأوتبوت. الأوتبوت إيش حاب يكون؟ أنا حاب أخليه فايل دوت بي إن جي. ماشي بالطريقة هذه الشخص لما يشوف الملف يعتقد إنه صورة بينما هو مو بصورة. أوكي سي فايل دوت تي إكس تي إنتر، دخل الباسورد. طبعا هذا باسورد جديد. الآن راح يظهر عندنا ملف هنا على أساس إنه صورة بينما هو مو بصورة. أوكي لاحظ إنه أعطاك أيقونة صورة بينما هو مو بصورة، ها ولا ينفتح على أساس إنه صورة. سوينا كات أو سوينا فايل بالأصح، فايل دوت تي إكس تي نوعه عبارة عن ملف يستخدم ASCII وإلى آخره، ملف نصي. الآن سوينا فايل فايل دوت بي إن جي راح يقول لك إنه هذا ملف مشفر. أوكي ويستخدم كاست فايل. بالمناسبة أنا ما أدري بالويندوز وبالماك هل ممكن يتم التعرف على نوع التشفير أو لازم يكون موجود برنامج الجي بي جي مثبت. طيب خلصنا من طريقة التشفير وشفرنا الملف، عرفنا كيف نفتح الملف. فتح الملف سهل جدا، تكتب جي بي جي ثم تكتب اسم الملف المشفر فايل دوت بي إن جي. ماشي ماشي إنتر. إحنا راح يقولك دخل كلمة المرور الخاصة بهذا الملف المشفر. راح ندخل كلمة المرور، قالك إنه في ملف فعليا اسمه فايل دوت تي إكس تي. حاب تغير اسم الملف راح نغيره، نسميه مثلا فايل 2.txt انتر. الان صار عندنا ملف جديد اسمه file2.txt مفكوك تشفيره. راح تلاحظ انه في رساله خطا تظهر هنا. رساله الخطا هذه سهله جدا راح نحلها بعد شوي، موضوع تشفير فقط. طيب الان خلاص انشفرت، تقدر تروح تكمل حياتك بدون ما انك تكمل الدرس، ولكن بتكمل الدرس بعطيك معلومات مفيده. اوكي بسم الله. اول حاجه في شيء اسمه جي بي جي ايجنت تمام، عباره عن ملف يتواصل مع الجي بي جي ايجنت وعلى المستخدم تمام. كيف يكون في اعدادات افتراضيه للتشفير؟ اوكي طيب كيف اعدادات افتراضيه للتشفير؟ انا اقول لك كيف. الان لو جيت هنا وشفرت الملف بطريقه ثانيه مختلفه، الطريقه الثانيه او افضل انك تكتب جي بي جي فيرجن بالبدايه انتر. في معلومات هنا كثيره يهمك تعرف
مكان الجي بي جي ايجنت، ملف الاعدادات موجود بالهوم، اوكي هذا هو. في طبعا حاجات ثانيه بل يهمنا هذا السايفر، اوكي السايفر اللي هو عباره عن نوع التشفير. اذا حاب تعرف كل هذه التشفيرات وانواعها الى اخره، مجرد انسخ الاسم واكتب جي بي جي وحط هذا بجنبه بالجوجل وخذ معلومات لين تدوخ. انا راح استخدم هذا التشفير، تمام؟ التشفير شائع ما بين المستخدمين. اذا انت ما استخدمت تشفير معين راح استخدم التشفير الافتراضي اللي هو كاست 5. طيب الان كيف اشفر ملف واحدد خوارزميه التشفير اللي انا حاب استخدمها؟ هذه مثلا كيف؟ طيب بسم الله، اعتقد ان ال هي اللي تمسح، لا سي كلير. طيب الان كيف اقدر اشفر ملف مع تحديد نوع الخوارزميه؟ سهله، جي بي جي او الاوتبوت اللي بيطلع عندنا وش اسمه، راح اسمي فايل مثلا ان مثلا بس مثلا، اوكي. ثم اجي هنا الحين وابدا اشتغل على موضوع تحديد نوع الخوارزميه، راح اتناقص سي ثم اكتب هنا ناقص ناقص سايفر الجو اللي هو الالجوريثم الخاصه بالتشفير AES 256، تمام. هذا هو التشفير اللي حاب استخدمه. ثم الان نكتب اسم الملف اللي حابين نشفره، هذا هو .txt، اوكي انتر. راح يقول داخل كلمه مرور، راح داخل كلمه مرور، اوكي. تم تشفير ملفنا الان بطريقه ثانيه، بطريقه AES. لو جينا الحين سوينا فايل فايل en، راح يقول لك انه مشفر بالتشفير هذا. ماشي ماشي. طيب كيف الحين افك تشفير الملف هذا؟ سهله، جي بي جي فايل دوت اي ان انتر، راح يقول لك داخل كلمه المرور. دخلنا كلمه المرور، لاحظ انه قال لك انون سافكس، هذا يعني انه السافكس الخاص بي او الامتداد الخاص بملف غير معروف، اوكي. طيب راح يقول لك ادخل كلمه مرور لانه في ملف اسمه فايل دوت تي اكس تي. اذا حاب انك تتحاشى هذا الموضوع كله ممكن تكتب مو متاكد لكن ممكن تكتب فايل 2.txt، هذا ملف الناتج، انتر، ممتاز. راح ادخل كلمه المرور الحين، راح قال لك انه فايل 2 موجود. طيب راح نغير، راح نحط مثلا فايل 3 فايل 4، اوكي. الان تم فك تشفير الملف. هل سالنا عن الباسورد؟ لاحظ انه فك تشفير الملف بدون ما يسال عن الباسورد. ليش؟ لانه الباسورد عندي مخزن بالنافذه اللي طلعت قبل شوي اللي هي بحلقه المفاتيح. يا قلبي انا. طيب كيف اقدر الغي حفظ كلمه المرور؟ طبعا لو سجلت خروج ودخلت ترى تروح وش الخلفيه طلعت ذي؟ خلفيه صوت مكتب منحرفه يا شباب. انا استخدم برنامج فرايتي وقاعد شلون اكمل الدرس؟ طيب شلون اكمل الدرس الحين؟ اوكي اللي عليك تسويه انك نسيت والله العظيم الخلفيه هذه نسيت، مش كنا نسوي ايه كيف نلغي الحفظ هذه البتاعه؟ لنفترض انك او خلونا نمسح هذا الملف، نفترض انه غير موجود اصلا. جينو بي جي، اوكي افترض انه غير موجود. لا لا لا، طبعا هذا هو اللي يحفظ الشغلات هذه. هذا الملف يتم تكوينه مباشره بعد ما انك تشفر اي ملف. لو كتبت جي بي جي تمام خلاص الان تم انشاء هذا الملف والى اخره. الان راح نسوي، راح نروح لم هذا المجلد سي دي جينو بي جي، اوكي. ثم الان راح نكتب الاس، راح تلاحظ انه في حاجات معينه، في ملف ناقص تمام. الملف اسمه جي بي جي ايجنت، راح نسويه، راح تكتب نانو جي بي جي ايجنت دوت كوم انتر. راح تدخل بعض المعلومات هنا. اول شيء هل حاب انك تلغي النافذه اللي تطلع هذه؟ اذا حاب تلغي النافذه هذه نهائيا ممكن تستخدم كيس ثاني، اوكي اللي يسمى كيسز، عفوا تستخدم باينتري ثاني، اوكي. طبعا ممكن تكتب باينتري بالشكل هذا، باينتري بروجرام. طبعا في اكثر من باينتري، في حق كيو تي، في جي تي كي، وفي الكيرسز، الكيرسز اللي يطلع بالطرفيه نفسها، اوكي. طيب يوزر بن، بعدين تكتب هنا باينتري، اوكي باينتري بالشكل هذا كيرسز، اوكي. هذا الباينتري كيرسز عباره عن برنامج ياخذ الباسورد ولكن ياخذه من الطرفيه مباشره، اوكي؟ هذا حاجه. الحاجه الثانيه لو انك حاب تستخدم هذا، اوكي؟ تقول لا انا ابي ابقي تطلع هذه ولكن حاب اني اقلل مده حفظ كلمه المرور، يعني تكون 10 ثواني مثلا، ممكن تكتب هنا ديفولت ناقص كاش ناقص تي تي ال، تكتب هنا 10 ثواني، خلاص بعد 10 ثواني راح ينسى كلمه المرور. الطريقة الثالثة او اللي انا استخدمه من ضمن العدات اللي هو نوع السايفر الخاص بالتشفير، اوكي. ممكن هنا تختار نوع السايفر يكون افتراضي عندك، بدل ما انك كل مرة تكتب نوع التشفير AES256 ممكن تحفظه هنا ويكون دائما هذا هو نوع التشفير الخاص بك.
الآن عليك أنك تسجل خروج وتدخل مرة ثانية وتكون إعداداتك تم إنشاءها. إلى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم إن شاء الله في درس القادم. يلا شفروا وانبسطوا في أمان الله.